لي كل شيء قلتها لهم. ها والله شوف ما قالوا لنا اسمح لي اسمح لي انا قطعت شوف واللي من الصوره قلتها لهم واحد واحد محمد البوريمي قلتها له هو فينا واحد ما علمنا قلتها لهم قلت لهم علموا بعضياتهم ها هما ها هما حتى واحد ما قالها شحال هذه دابا ازيد من سيمانه كتقول لنا كنجري وحنا اللي كنجريو للجميع واللي كيتصرف اللي كيتصرف حنا ما قلعنالوش حنا نشهدوا له حنا نشهدوا له اسمع لا اسمع لا احنا مناسبة مناسبة اللي يعني اولا تجمعنا وحنا يعني ما استثنينا حتى شي واحد حنا اللجنة التحضيرية كانوا فيها ثلاثة ديال الناس يعني هذه مبادرة اولا مبادرة بعد اللي حنا يعني جمعنا اللي كانت مناسبة باش اجتمعنا اجتمعنا وحتى دابا ما كاين حتى شي مشكل حنا يمكن هذا نديرو غير لقاء بلا ما ندوزو للمرحلة ديال تأسيس المكتب ولا شي حاجة ولا دوك تصرفوا عندهم تصرفوا أنا راني كنشاهد ملي زدوا أنا كنجبرهم هادو راهم خوتنا ماشي أنا ولكن حنا اللي عندنا الملكية الحمد لله حلو هذا الحسن الحمد محمد محمد أسمع هذا دابا أسمع محمد ما يدخل معاهم حتى واحد المكتب الا بغيتو حقنا ما يدخل. النقطة الأولى بغيت نطرحها عليكم واش هي في هذه الساعة اللي جيتو جيتو باش تكونوا جمعية بالنسبة للحاضرين. ثانيا هذه الأرض اللي كتذكروا عليها كتعرفوا بأنما الجامعة القروية راها داتها بالفلوس ديالها. حنا دابا هذه الجمعية اللي بغيتو ديروها بغينا باش ننافسوا ديك الجمعية لأجل هذه الأرض هذه. ما خصناش دابا هذه الجمعيه اللي خصها الدار ما خصناش ننافسوا بعضياتنا حنا هنايا ننافسوا ديك الجمعيه اللي داتها الجامعه القرويه اللي داتها لنا فهمتي. ولكن دابا اللي بغيت نقول لكم دابا حنا هذا الشيء هذا اللي كيقول الناس هذا راه جاو جوج وهذا جاو ثلاثه وهذا جاو حنا الحاضر غير هذا الحاضر اللي رانا هذا الحاضرين يكفي الحال فهمت يكفي الحال لاننا بغينا ناخذوا هذه الجمعيه بغينا نديروها ناخذوا واحد جوج من الفارس ولا ثلاثه واحد جوج مولاد بن عزه واحد جوج ولا ثلاثه مولاد بوريمي واحد جوج ولا ثلاثه من الناس باش ينوضوا ينادوا على هذه الارض اللي تحت فيه في الجامعه الاخر الجامعه القرويه ولا ما تحتش فيه حنا داك الشيء ماشي شغلنا فيه حنا بغينا نديروا جمعيه للجميع بدون هذا الشيء يبقى ديما سواء وصلتوا للجامعه ولا ما وصلتوش حنا صحاب ديك الارض اللي تما يكونوا دايرين هاك وصلاتو ولا ما وصلاتوش هذه هي الجمعيه اللي نديرو ماشي ديك اللي وصلاتو نديرو لها الجمعيه اليوم الجماعه نديرو لها الجمعيه اليوم والاخرين اللي برا يديروا جمعيه اخرى بوحدها هذه هي اللي بغيت نقول لك الكلمه ديالك جمعتها غير الجمعيه الجامعه القرويه حنا بغينا نديرو هذا الشيء لكل شيء ويبقى ديما كما قال السي احمد هذه الجمعيه يعني ما درناهاش حنا يعني غادي تكون جمعيه مؤقته وصافي والاخر يعني الجمعيه هذه لينا والشباب ديالنا والمستقبل ديال ولادنا وبزاف يعني الجمعيه هذه تنمويه فيها بزاف ديال الامور يعني ما فيهاش غير هذا المشكل كاين هذا المشكل من جانب وكاين مشاكل اخرى كاين مشاكل اخرى يعني اللي يمكن تساهم فيها هذه الجمعيه جمعية ولاد ستود للبيئة والتنمية الفصل الثاني المقر يعني يوجد مقر الجمعية مؤقتا بدار الشباب ويمكن نقله إلى مكان آخر بقرار من المكتب الإداري الفصل الثالث الهدف أولا تحسيس الساكنة بأهمية مشاركتهم في تنمية المنطقة ثانيا المساهمة في إعداد مشاريع تنموية ثقافية واجتماعية واقتصادية وغيرها لفائدة المنطقة ثالثا الاهتمام بالقطاع الفلاحي والفلاحين وذلك من خلال التوجيه والإرشاد المساهمة في التنشيط التربوي والثقافي والرياضي لفائدة الساكنة تقديم خدمات صحية واجتماعية وحرفية سادسا العناية بالبيئة وحمايتها والتحسيس بذلك سابعا محاربة الجهل والأمية ثامنا تنمية وتوجيه وصقل المواهب الأطفال والشباب تاسعا تشجيع المرأة والفتاة على التمدرس وتعلم أنشطة يدوية مدرة للدخل عاشرا الاستفادة من الإمكانات البشرية والطبيعية
المتوفرة. 11 بث روح المبادرة والمساعدة والتعاون بين السكان. 12 مساعدة المحتاجين والمعوزين ماديا ومعنويا. 13 التعاون والتنسيق مع مختلف الجمعيات والهيئات المحلية والإقليمية والوطنية والدولية ذات الأهداف والاهتمامات المشتركة. 14 التدخل لدى المؤسسات والهيئات المسؤولة من أجل الحلول لمشاكل السكنة. الباب الثاني سير تنظيم والهيكلة. الفصل الرابع الجمع العام. يعتبر الجمع العام أعلى هيئة تقريرية ويتكون من جميع المنخرطين وينعقد مرة كل سنة. كما في الحضور 36 قانون الحريات العامة وتأسيس الجمعيات النصاب القانوني متوفر والسلطة وضعوا لها الإخوان طلب ديال الترخيص لهذا الجمع العام. دابا راه حنا في وضعية قانونية. دابا هذا الشيء اللي قرينا اللي قراه السي محمد ديال التقرير الأدبي تحرك عمل تطوعي داروه بعض الإخوان باش جمعوا هذا المجمع الكريم اللي بعدا في الأول صلة الرحيم بعدا تعرفتوا على بعض وغادي تمشيو بعيد في هذه المسائل. هذا غير تقرير أدبي بسيط باش ندوزوا المسألة القانونية باش نديروا واحد المكتب اللي فعلا باغي هذه الجمعية التنموية تمشي بعيد غادي يدوز يصوت على هذا التقرير الأدبي ويدير يدي هكا باش نحسبوا شحال عندنا من واحد. اللي معاه يعز باش نعرف راسنا فين راحنا غادي. واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة حدا شنو ياخذ تسعة عشرة 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 191 192 193 194 195 196 197 198 199 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216